بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة التعديلات الدستورية على دستور 2014 في مصر، يسر صالون يناير بمركز حريات للدراسات السياسية أن يستضيف نخبة من قادة ورموز ثورة يناير لكي يقول لنا إلى أين تتجه مصر بعد هذه التعديلات، وما هي النتائج المتوقعة لهذه التعديلات التي جاءت في مرحلة تضطرب فيها المنطقة اضطرابا وتشهد الموجة الثانية من موجات الربيع العربي. يشرفنا اليوم حضور الأستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، الأستاذ السابق للعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقا ولاحقا إن شاء الله، وأيضا معالي الوزير يحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق في حكومة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، ومعنا أيضا الأستاذ محمد كمال عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل سابقا. الحقيقة أن مصر اليوم تمر بأزمة حادة وبأيام عصيبة، أهم ملامحها هو محاولة تكريس الاستبداد وشرعنة الدكتاتورية بصورة لم تحدث من قبل. فلم تشهد مصر هذا الطغيان على طول عصورها، بل لم تشهد المنطقة هذا التجرؤ على المجتمع وعلى الشعب وعلى الدولة وعلى المؤسسات وعلى القيم وعلى الثقافة وعلى كل ما يمت للحضارة المصرية والحضارة العربية والإسلامية بصلة كما يحدث اليوم. الانهيار الكامل الذي يجري على يد الجنرال منذ 2013 هو انهيار يؤذن بخراب كبير، ليس في مصر فقط، لأن كل ما يحدث في مصر يؤثر في المنطقة كلها. لهذا يجب على كل المصريين أن يقفوا ويقولوا للفرعون كفى، ويقولوا للديكتاتور قف مكانك. ليست مصر محلا للتجريب، وليس شعب مصر محلا للاستعباد. مصر أيها الإخوة هي المنارة التي يجب أن تصدر كل القيم للمنطقة بل للعالم كله. كنا نحلم أيام ثورة يناير في 2011 أننا سنصدر للعالم كله قيم الكرامة والحرية، وصدرنا بالفعل من ميادين التحرير كل قيم النضال السلمي التي حاولت أن تقلدها كثير من شعوب العالم بما فيها ولايات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وحينما أراد بعض المدن وبعض الولايات في أمريكا تعترض على حكامها لم يجدوا سوى تقاليد ميدان التحرير ليقولوا له ارحل، ويسمونه ديفيد مبارك. هذه التقاليد أيها الإخوة ستعود مرة أخرى، فثورات الشعوب لا تخمد ولا تنتهي، وإن فطرت أحيانا وعلى الاستبداد أحيانا فسيأتي اليوم الذي سيخمد فيه الاستبداد وينتهي عصره، وتعود الشعوب لتمارس حريتها وأشواقها للديمقراطية. الحقيقة أيها الإخوة أننا في مرحلة فاصلة تمر بها المنطقة كلها، وإذا كنا من قبل ندعو الحركات والتنظيمات لإجراء مراجعات على ما تقوم به، اليوم لن ندعو الحركات والتنظيمات السياسية للمراجعات، بل ندعو النظم للمراجعات. النظم القائمة الآن تفسد وتخرب وتدمر وتقتل في كل البقاع. يتصورون كما يقولون أنهم يحققون الاستقرار، ليس هذا استقرار يا سادة، هذا تدمير للمقدرات، هذا إنهاك للإنسان، هذا إفناء للحضارة العربية والإسلامية. الحركات السياسية راجعت نفسها وصوبت أمورها، يبقى على النظم إما أن تصوب أمرها وتراجع نفسها، وإما أن تستقيل وتترك الشعوب تمارس حريتها. نبدأ لقاءنا اليوم مع الأستاذ الدكتور سيف الدين عبد الفتاح ليعالج لنا ما يريد أن يعالجه من قضايا في إطار عدة موضوعات نتمنى أن نعالجها اليوم، ابتداء من علاقة التعديلات الدستورية بثورة يناير وأوضاع الربيع العربي،
وأيضا هل هناك علاقة بين التعديلات الدستورية وصفقة القرن؟ وأيضا التعديلات الدستورية هل هي لصالح الاستقرار أم لتعميق الاستبداد؟ وكذلك كيف يمكن مكافحة الاستبداد والديكتاتورية في مصر في ضوء التعديلات الجديدة؟ وأخيرا كيف يمكن بناء مظلة واحدة للمعارضة المصرية انطلاقا من الإجماع الوطني على رفض التعديلات، وانطلاقا أيضا واستكمالا لحملة باطل التي دشنها الشباب خلال الأيام القليلة الماضية ولاقت نجاحا كبيرا؟ أترك للضيوف الأعزاء معالجة هذه القضايا في هذا اللقاء، وأتمنى أن نفيدكم إفادة جمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الواقع أن المسألة التي تتعلق بالذاكرة التي تتعلق بالمسألة الدستورية ذاكرة غاية في الأهمية، لكن قبل أن نتحدث عن بعض ما يتعلق بهذه الذاكرة وخاصة هذه التعديات الدستورية، لا أقول عليها تعديلات دستورية، وسأقول لماذا نقول عليها تعديات وليست تعديلات. من الأهمية بمكان أن نتعرف لماذا تكتب الدساتير. الدساتير تكتب من أجل أن تكون عقد سياسي واجتماعي بين القوى السياسية والمجتمعية المختلفة، وتتضمن قيم تأسيسية ومبادئ سياسية أساسية في هذا الإطار، كما أن الدستور يتضمن قيما جوهرية لا يمكن بأي حال من الأحوال محاولة نقضها أو انتهاكها أو كل هذه الأشياء، بالاعتبار أنها تؤكد على بيئة سوية للحياة والممارسة السياسية والاجتماعية. أيضا هي تحكم العلاقة وتحدد الأمر الذي يتعلق بالقواعد الحاكمة لتلك المؤسسات المختلفة والسلطات المختلفة والعلاقات فيما بينها، أي أنها تقوم بتحديد ما هي السلطات وتنظيمها. الأمر الأخير هو ما يتعلق بالحقوق الأساسية والتأسيسية، حقوق الإنسان وحقوق المواطنة. هذه هي الأمور التي من أجلها كتبت الدساتير. الدساتير لا يمكن أن تصنع من أجل وعلى مقاس مستبد بعينه. الدساتير أتت لحماية الشعوب من سلطات غاشمة يمكن أن تقوم بمثل هذه الأعمال التي تتعلق بتوجيه السلاح على سبيل المثال ليس إلى العدو ولكن إلى صدر هذه الشعوب. ومن هنا نؤكد على المعنى الثاني الذي يؤكد أن هذه تعديات دستورية. لو قلنا أن الدساتير كتبت من أجل ذلك، فإن هذه ما يسمى بالتعديلات الدستورية وهي تعديات حقيقية لا يمكن إلا أن نؤكد أنها تعديات، تعديات على المبادئ الدستورية الجوهرية. لك أن تتأكد مثلا أن مواد وهو الذي اصطنع هذا الدستور على عينه بلجنة خمسينه، ومع ذلك هذه اللجنة التي صاغت هذا الدستور حصنت المواد التي تتعلق بالحريات والمواد التي تتعلق أيضا بمدة الرئاسة، ومع ذلك هذه هي جوهر المسألة التي تتعلق بالتعديات الدستورية، أي أنه تعدى على نص جوهري وأساسي يتعلق بالتحصين وانتهك
كل هذه الأمور، لأن الدستور بالنسبة للمستبد العوبة وعبث. هذا العبث بالدستور صار مهنة وحرفة المستبد، استخفافا وتفريطا في حق هؤلاء الناس الذين يجب حمايتهم من خلال هذا الدستور. الأمر المهم الثاني الذي يتعلق بالتحديات الدستورية أنه أثبت للبرلمان سلطات تتعلق باستحداث مواد جديدة، والتعديل لا يكون إلا تعديل على أصل. ما فيش التعديل ده هو بإيه؟ التعديل لازم يكون على مادة موجودة، فإذا به يستحدث مواد جديدة. استحداث مواد جديدة هو أيضا تعدي على الفكرة وعلى جوهر العملية الدستورية. لا أناقش هذه المسائل باعتبارها مسألة فنية، لا لا لا، أنا أناقش هذه المسائل باعتبار أن المستبد لم يحترم قط ولا يوم دستور، أنه لا يلتزم بهذا الدستور. المستبد يعتبر كلمته وهواه هو الدستور، ومن ثم في إطار هذه القاعدة التي يتبناها هؤلاء الذين يساندون هذا المستبد، أحلام سعادتك أوامر، هي المسألة دي اللي بتسير عناصر الهوى وتجعل من هذا الهوى قانونا ودستورا. هذه هي المسألة الأخطر في مثل هذه المسألة التي تتعلق. إذن ما هي علاقة هذه التعديات الدستورية بثورة يناير؟ أنا أظن أنه يريد أن يكتب الفصل الأخير في التأكيد على استخفافه بإرادة هذا الشعب وإلغاء كل المكتسبات التي تتعلق بثورة يناير، كل المكتسبات التي تتعلق بثورة يناير. هذا الرجل يقول لكل المصريين أحكمكم غصب عنكم، أنا أحكم حتى أقرر أن أغادر والمستبد لا يغادر. هذه هي المسألة الخطيرة التي تتعلق بهذا الشأن في علاقة التعديات الدستورية بثورة يناير. ثورة يناير ثورة عظيمة، ثورة أحدثت تغيرا نوعيا في حياة هذا الشعب المصري، على الأقل هي ما زالت تسكن الوجدان وتسكن العقول وتسكن القلوب داخل هذا الشعب. ولعل هذا الأمر الذي يتعلق بجناح الشر أو حلف الشر بين المستبد وبين الحركة والكيان الصهيوني وبين نموذج السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يمثله ترامب. ترامب أحد الأشكال التي قفزت عن طريق الديمقراطية ولكنه بأساليب غير ديمقراطية وينتهك سياسات استبدادية. ومن ثم حينما سئل عن التعديلات الدستورية ورأيه فيها قال أنه لا يعلم أن هناك شيء عن التعديلات الدستورية. هذا هو الأمر. وبينما أفاض في كيل المديح إلى هذا السيسي رغم ما يقوم به من كل أعمال وسياسات تتعلق بالمطاردة والاعتقال، المسألة التي تتعلق بهذه التعديات كما قلنا ترتبط بهذا الحلف ما بين هؤلاء المستبدين المضادين للثورات والمضادين للتغيير، وما بين الكيان الصهيوني، وما بين رأس الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن هنا نفرق بين تلك الرأس وبين مؤسسات إعلامية وبعض هؤلاء الذين يقدمون نقدا أساسيا لكل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في حماية المستبدين من أمثال محمد بن سلمان والسيسي ومحمد بن زايد. هذا الأمر
الذي يتعلق بهذا الشأن، إنما هو في حقيقة الأمر جزء من كتاب في صفقة القرن. ومن ثم هذه التعديات الدستورية ضمن هذه الصفقات المختلفة والمساومات التي يقوم بها المستبد على حساب وطنه لا يمكن أن تمر. قلت قبل ذلك حينما قال السيسي أنه لن يسمح بتكرار أحداث 25 يناير، قلت له الثورة ليست بسماحك. لم تكن تلك كلمة عابرة، ولكن هذا الحلف الذي يتعلق بالمضادين للثورة من المؤكد أنه الآن يعرف حقيقة هذه الكلمة. فحينما أراد أن يجعل الدنيا ظلاما دامسا وأن الشعوب قد انتهى أمرها وأن الأمر الذي يتعلق بوجود هذه الشعوب في معادلات التغيير كرقم صعب لا يمكن القفز عليه وأنهم انتهوا من هذه المسألة، انتهوا من مسألة إرادة الشعوب، فإذا الأرض تنشق عن نور جديد من أحرار وثوار في السودان وفي الجزائر ليتأكد للجميع أن الثورة لا تموت عند هذه الشعوب وأن الثورة لا تموت في هذه البلاد. هذه البلاد لا بد وأن تؤكد أن عملية التغيير هي أهم عملية بالنسبة لهذا الشعب وأن هذا التغيير قادم لا محالة، ولكن هذا التغيير وجب علينا أن نعمل له، ويجب علينا أن نكتل كل القوى والفاعليات لمواجهة والعمل لأن يكون هذا التغيير لنا وليس علينا. إن كان بيد غيرنا صار علينا، وإن كان بيدنا صار لنا جزء من الإسهام في هذه الحركة الفاعلة في عمليات التغيير لمصلحة الشعوب والنهوض بها. هذا الأمر يتعلق بالتعديلات الدستورية وصفقة القرن. وصفقة القرن هذه فقط لا تتعلق بتهجير الفلسطينيين أو إيجاد وطن بديل، ولكنه كتاب متعدد يقوم على قاعدة تفكيك، إعادة تفكيك وتركيب المنطقة على مقاس الغزاة والطغاة. هذه هي المسألة التي تتعلق بصفقة القرن. أما الأمر الذي يتعلق بأن التعديلات هذه تشكل حالة من حالات الاستبداد وليست حالة من حالات الاستقرار، وسيعلم هؤلاء الذين ساندوا ودعموا هذه التعديات الدستورية أنهم بذلك يحكمون قبضة مستبد على مقدرات هذه البلاد. باع الأرض وفرط في العرض وفرط في كل مقدرات هذا البلد من موارد من ماء وغاز وكل أمر يتعلق به، فرط في الإنسان وقتله مستخفا واستباح الدماء والنفوس بعقل بارد وبسلاح فتاك. إنه بذلك إنما يقدم حالة من الحالات تؤكد على معنى الاستقرار الزائف. ليس ذلك باستقرار، على الغرب أن يفهم ذلك، وعلى كل هؤلاء الذين يساندون المستبد في الداخل أن يفهموا ذلك، أن المستبد لابد وأن يواجه بكل طاقة حتى يمكن اقتلاع هذا النظام المستبد الفاشي والفاسد والفاشل. هذه المسألة تتعلق بمكافحة الاستبداد. وهنا يجب أن أتوقف عند عمل بسيط ولكنه له أثر كبير. هنا يجب أن نقول أن هذه التعديات الدستورية في إطار تحصين الخيانة والتفريط، وهذه نقطة غاية في الأهمية، أنه يغير أيضا الدستور لتحصين نفسه من المساءلة،
لتحصين نفسه في مسألة الخيانة، ومن ثم نص في تعديلاته الجديدة على تحصين خيانته وعلى تحصين تفويته الماضي والسابق واللاحق. إن هذا إنما يؤكد عملية غاية في الخطورة فيما يتعلق بهذا المستبد حينما يقوم ببيع كل شيء يمكن أن يباع، فيقول وهو قد باع نفسه، باع نفسه للغزاة، باع نفسه لهذا الحلف الطاغي المستبد، باع نفسه لكل هؤلاء على حساب مقدرات هذا الشعب وعلى حساب إرادته في هذا المقام. ويمكن بعد ذلك أن نؤكد أن حملات مثل هذه الحملات التي يقوم بها الناس لا تحقرن من المعروف شيئا، إن حملة مثل اطمن انت مش لوحدك في محاولة لإخراج الناس من أسر خوفهم ومن هذا القمقم الذي أحاط بهم إنما هو عمل غاية في الأهمية، وإن حملة باطل مستثمرة هذه الفرصة التي تتعلق بالتعديات الدستورية والقيام بهذا العمل العظيم 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 التي تحرك فيها هذا الشعب حتى أننا الآن على أعتاب 600,000 توقيع، رغم هذه المسائل التي تتعلق بالتعويقات والحجب المستمر، أقول أن 600,000 دولي زي ستة مليون. أنا أؤكد لك لو أن الأمور كانت على ما يرام بالنسبة للمواقع ولم يتم حجبها لكان التصويت يصل إلى 6 ملايين وليس فقط إلى 600,000. هذا هو الأمر الذي يتعلق بهذا الشأن، والمسألة ليس لنا أن نقول هذا السؤال ماذا بعد باطل، ولكن السؤال الصحيح كيف نستثمر باطل. كيف نستثمر باطل مسألة غاية في الأهمية. قلت قبل ذلك أن باطل حالة وليست موقف عابر وليست هكذا شعار، ولكن باطل حالة تقول أن هذا النظام باطل من ابتدائه في شرعيته، وباطل في سياساته التي تتعلق بالتفريط والتنازل في مقدرات الوطن، وباطل في كل أمر يقوم به بالاستخفاف بحياة النفوس وقتل الناس واعتقالهم ومطاردتهم. كل هذا باطل، نعم كل هذا باطل، نظام باطل، وأن حملة باطل وحالة باطل لا بد وأن تستمر، ولا بد وأن نفكر في كيف تستمر هذه الحملة استثمارا للتأكيد على أن هذه الحملة سيكون لها ما لها، وأن حالة باطل ستطور في إطار عمل قادم إن شاء الله بهمة هذا الشباب. أقول لكم بهمة هذا الشباب، الشباب قادر على أن يقود المسيرة التي تتعلق بمقاومة هذا النظام المستبد بالاستعداد لحالة التغيير القادمة للتأكيد على أن التغيير القادم سيكون لنا ولن يكون علينا إن شاء الله. هذا هو الأمر الذي يتعلق بهذا الشأن. ومن ثم فإن حملة باطل مثلا أشرت على أشياء كثيرة، أهم هذه الأشياء أنه كان هناك اصطفاف شعبي. كنا نتحدث عن اصطفاف النخب، فإذا بحملة باطل تنقلنا نقلة نوعية إلى اصطفاف الشعب في التعبير عن حالة باطل للتأكيد أن هذا الشعب يجب أن يقوم بكل عمل للتدريب على مسألة المقاومة لهذا النظام وأن يحدث نفسه بلا
التحديث النفسي بلا عملية تدريب مستمرة للخروج من أسر الخوف وللتعبير عن حالة الإرادة المكينة التي تؤكد على مقاومة هذا النظام الباطل في هذا المقام. ومن هنا فإن بناء مظلة سياسية ومجتمعية تتعلق بالمعارضة المصرية والمقاومين للانقلاب عملية غاية في الأهمية. التئام الداخل والخارج أيضا عملية غاية في الأهمية. وأقول لكم لهؤلاء الذين يقولون أن هناك فرق بين الداخل والخارج، فلماذا إذن هؤلاء من في الخارج يصوتون على التعديلات الدستورية؟ الخارج والداخل صنوان، والداخل والخارج ساقان في عملية واحدة، في عملية تغيير كاملة لهذا النظام الفاشي والنظام المستبد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، شكرا جزيلا على حسن استماعكم. نشكر أستاذنا الدكتور سيف الدين عبد الفتاح على هذا العرض القيم والتناول الموضوعي لكل ما يدور بقضية التعديلات الدستورية وما يحوم حولها في الإقليم. والحقيقة نحن في مركز حريات حينما فكرنا في تأسيس صالون يناير كان يحدون استشراف للمستقبل أن يناير حالة لم تمت ولن تموت، وأن الربيع العربي لم ينقضي الأمل فيه كما يظنون، بل مستمر وسيستمر إلى أن تنعتق هذه المنطقة من الاستبداد والظلم والاستعباد. في الحقيقة أن كل مناطق العالم الآن تنعم بالحرية فيما عدا هذه المنطقة العربية التي يراد لها أن تكون تحت الحديد والنار إلى الأبد، لكن هذا لا يمكن أن يكون في ظل التواصل العالمي والتواصل الاجتماعي وتعلم الأجيال وتطور الأمم وكثرة عدد الشباب. نحن الشباب في عالمنا العربي هم الغالبية، فكيف يقبل أو كيف تقبل الغالبية أن تخضع للصوت والحديد والنار والقهر والاعتقال والتعذيب؟ ومن هنا فنحن نرى أيضا أن التعديلات الدستورية جاءت في هذا الإطار. التعديلات الدستورية جاءت لتقول أنني سأقضي تماما على ثورة يناير، سأغلق كل الأبواب أمام إمكانية عودة ثورة يناير مرة أخرى. فالذي يراقب كل الإجراءات والتشريعات والقرارات بل والإنشاءات في مصر منذ عام 2013 يجدها كلها تتحسب لعودة ثورة يناير مرة أخرى، والتصريحات أيضا والحلفان والله العظيم ما هترجع، كل ده مقصود به أن هناك ثورة كامنة في هذا المجتمع وأنهم يتحسبون عودتها في كل لحظة. لهذا جاءت التعديلات الدستورية في هذا الإطار لتقول أننا سنقف بهذه التعديلات وهذه التشريعات أمام صوت الشعب وأمام حريته وتطلعه للديمقراطية. كذلك يريدون أن يقولوا من خلال هذه التعديلات أن البديل للحرية التي تريدونها هو القمع وهو القتل وهو التعذيب وهو استمرار هذه الأوضاع التي يعاني منها الأغنياء ويعاني منها أيضا الفقراء. لهذا أيضا نريد أن نقول لهم أن طريق الحرية والكرامة لا يمكن أن يحجبه أحد ولا يسده أحد، وأن تطلع الشعوب للحرية لا يمكن أن يقف أمامه أحد. لهذا فصالون يناير يستمر في متابعة كل ما يمت لثورة يناير بصلة، ويبشر بعودة ثورة يناير في القريب بإذن الله تعالى. ومع معالي الوزير الأستاذ يحيى حامد فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بنشكر طبعا مركز حريات وصالون يناير، و يعني الدكتور استاذنا الدكتور سيف عبد الفتاح اتكلم في
نقاط أظنها مهمة جدا، وأنا لو يعني أعلق على مجموعة من النقاط التي ذكرت، يعني عبد الفتاح السيسي أظنه يعني يدرك هو نفسه ويدرك بعض دعامي أنه استنفذ كل ما لديه، وبالتالي قرر أن يهرب للأمام. أعتقد أن احنا لما هنيجي في تاريخ سقوط هذا الطاغية بعد تدمير مصر، هنجد أن استدعائه للتعديات الدستورية والاستفتاء عليها كانت خير لنا، لأنه استدعى الشعب مرة أخرى أن يقول كلمته أو يعبر عن رأيه، حتى لو كان التعبير عن الرأي بالصمت أو بالمقاطعة أو بالمشاركة أو بتأكيد أن كل ما يحدث في مصر باطل. اللي بينظر اليوم إلى اللجان اللي موجودة في مصر، والمفروض دي أعظم حالات حشده، بيرى أن الشعب المصري قال كلمته، أنا ليس لي شأن بما يحدث، هذا المشهد مشهد عبثي، هذا المشهد مشهد يريد أو يراد به أن يسرق المستقبل كما سرق الماضي القريب ويدمر الحاضر، وبالتالي الشعب المصري قال كلمته، سواء كان مقاطعا سواء كان مشاركا على قلة المشاركة. الأمس بدأت الاستفتاء في الخارج والنتيجة لم يحضر أحد على التلفزيونات بتاعة النظام، لم يحضر أحد، هيجيب 6 موظفين موجودين في إيطاليا ولا 3-4 موظفين موجودين في فرنسا، ويجي حد يقولك أصل في نيوزيلندا الإقبال التاريخي، مشهد عبسي عايز يدير مشهد إعلامي. إحنا لابد أن نفهم أن إحنا في مرحلة متطورة في الصراع مع السيسي. أيوة نعم، لابد أن احنا نتحدث حول المستقبل، لابد أن احنا نتحدث حول بناء صف سياسي يستفيد من الأخطاء الماضية، يتحدث حول المستقبل، ولكن لابد من إدراك طبيعة ووقت الصراع مع عبد الفتاح السيسي. نحن في لحظة عبد الفتاح السيسي فيها مرتبك، لا يملك فيها رصيد عند الشعب المصري ولا عند داعميه، ربما بعض الداعمين من مؤسسات هو استبدلها بالكلية زي المؤسسات الأمنية على سبيل المثال، ولكن الشعب المصري قال هذا الأمر لا يعنيني، يخاف على مستقبله، ينتظر من السياسيين وينتظر منه نفسه كمان من الشعب أنه هو يضم على بعضه البعض. كيف ندير هذه اللحظة المهمة اللي موجودة، أو لحظة من اللحظات الفارقة، وليست هي اللحظة الفارقة يعني، ولكن لحظة مهمة للغاية، وهي إدارة الثلاث أيام القادمة في الاستفتاء. بالأمس كنت أصدرت بيان شخصي أعبر فيه عن رأيي حول ماذا يجب أن نفعل، واختصرته في 3 مواقف أنا أحب أن أنا أشير إليها. إن الموقف من الاستفتاء عندي هو موقف مبادئي ونفسي، وموقف له علاقة بالتعامل مع الآخر الرافض، ثم موقف مبني على إدارة الصراع مع عبد الفتاح السيسي في هذه المرحلة. وأنا أظن أن الموقف المبادئي، ويشاركني فيه عدد ليس بالقليل من القوى الوطنية، أن ما حدث في 3/7 انقلاب دموي جاء على ظهر دبابة، قام بسفك دماء فصيل وطني كبير، ثم استطاع أن ينتقم من جميع شركاء الثورة في لحظة بائسة من لحظات الثورة المصرية، ثم حتى بعد أن يعني قرر أن ينتقم أو انتقم من كل الفصائل الثورية، قرر أن يستدير إلى داعميه حتى من المؤسسات الأمنية، وسجن رؤساءه السابقين، وسجن أحد المرشحين السابقين للرئاسة، الفريق شفيق والفريق عنان، وسجن بعد كده عشرات ومئات من الفصائل المدنية واليسارية والعلمانية وكل الفصائل الوطنية الموجودة التي تدعو للحرية وللكرامة. فهذا مبدأي، وأنا مقتنع جدا بهذا الموقف المبادئي. الموقف الآخر بصراحة اللي تعلمته أنا شخصيا من حملة باطل في التعامل مع الآخر، وهو الموقف المتعلق بالبحث عن المشتركات. هناك مشتركات لابد أن نبحث عنها في التعامل مع الصف الثوري والصف السياسي، حتى ولو كانت هذه المشتركات مشتركات صغيرة، يجب أن نعظم منها. حملة باطل جاءت لتقول هناك مساحة مشتركة لابد أن احنا نعمل عليها، هناك تعديات دستورية لابد أن نقف ضدها، هناك آلام في المستقبل، ولكن وحدتنا اليوم هي أهم، تفكيرنا في المستقبل هو أهم، ليس من أجل شخصنا
ولكن من أجل بلدنا الحبيبة مصر. وبالتالي من أراد أن يقاطع فله كل الاحترام، فليقاطع بإيجابية، فليفضح التزييف. من أراد أن يشارك فله كل الاحترام، فليثبت موقفه وليحرج النظام مرة أخرى. ولكن لابد أن نفرق بين إثبات الدور والمقاطعة. لابد أن تكون مقاطعة إيجابية، ولابد أن تكون مشاركة أيضا إيجابية. أما في إطار إدارة الصراع مع النظام في هذه اللحظة المهمة من تاريخ الثورة، فأنا قلت باختصار فيها أن الموقف يكون المقاطعة الواسعة وإظهار التزييف في الداخل والمشاركة والحشد وإبطال الدستور الجديد من الخارج. دي مسألة أظنها مهمة، أن زي ما أستاذنا الدكتور سيف بيذكر الخارج والداخل ساقان لابد أن احنا نشتغل فيهم، والسياسة والثورة أيضا ساقان لابد أن احنا نتعامل فيها. السيسي أراد أن يفرض علينا ملعب، وإحنا سنريد أن نجتزئ جزء من هذا الملعب لنتحدى فيه. لابد أن احنا نفهم أن لدينا القدرات في الخارج، ربما لا نمتلك هذه القدرات في الداخل نتيجة المنظومة الأمنية والسلطوية الموجودة. إذن فأنا ممن يتبنوا الحشد بلا في الخارج، ويتبنوا المقاطعة الإيجابية في الداخل مع احترام كل الفصائل التي ستشارك من القوى التي أعلنت المشاركة في الداخل. ولكن المشهد يفرض نفسه الآن، الداخل ليس فيه أصوات، الخارج فيه كثير من الوطنيين والمصريين اللي موجودين اللي بدعوهم اليوم وغدا أن ينزلوا ويصوتوا ويقفوا في طوابير ويدخلوا ببطاقة الرقم القومي بتاعتهم. الذي صوت بالأمس وجد أن الأوراق اللي موجودة داخل السفارات مطبوعة على برينتر A4 مش مختومة من اللجنة العليا للانتخابات، لا يوجد إشراف قضائي، لا يوجد داتابيز موجودة للمصريين. كل المصريين يصوتوا يذهبوا إلى السفارات. أنا أدعو حتى المقاطعين أن يذهبوا ويقفوا في الطابور إلى أن يصلوا إلى صندوق الاقتراع ثم يقولوا إحنا لن نصوت، غيرنا رأينا الآن. لابد أن يكون هناك حشد يظهر أن شعبية السيسي في الداخل والخارج صفر. ثم هناك مسألة أظنها هامة جدا، أنه لم يكن أبدا في تاريخ مصر الحديث أن كان هناك اختلافا بين صوت الخارج وصوت الداخل. صوت الخارج دائما عينة ممثلة لصوت الداخل، سموها Indicative Sample. وبالتالي إذا فرض الشعب المصري قوله في الخارج ليس بالاعتماد على أصوات السيسي، ولكن باعتماد على نفسه، باعتماد على فرز أصواته، بالاعتماد على الإعلان عن النتائج التي سيصل إليها غدا، نكون أمام مشهد يجعل عبد الفتاح السيسي مرتبك أكثر من دون. وبالتالي أنا بدعو كل المعارضة المصرية إلى وجود مؤتمرات صحفية يوم الاثنين الصبح موجودة يعلنوا فيها عن ماذا حدث في الخارج طوال الثلاث أيام الماضية في التصويت بالخارج، ونقول أن نحن تم إيكلنا، إحنا كنا وكلاء عن الداخل التي سلبت منه إرادته، التي سلبت منه حريته، التي لا يستطيع أن يعبر فيها بأمان عن أصوات. وبالتالي إذا سقط هذا الدستور فتصبح مصر بلا دستور الآن، وبالتالي يفقد عبد الفتاح السيسي شرعيته، وإن كان شرعيته مسلوبة عندي ابتداء. النقطة الأخرى التي نتحدث عنها في الوضع الإقليمي والدولي، وأنا أظن أنه هو مسألة في غاية الأهمية، أشار أستاذنا الدكتور سيف وأخي العزيز الدكتور طارق الزمر حول التقلبات والارتدادات الكبيرة اللي موجودة في المنطقة. المنطقة نعم على موعد جديد مع مشاهد تغيير كبيرة قادمة، بدأت من الجزائر كما بدأت منذ سنوات من تونس، وكأن المغرب العربي دائما يعلمنا أن الثورات تبدأ من هناك ثم ترتد إلى أماكن أخرى، فجاءت على حدودنا مع السودان، ثم مصر إن شاء الله تكون على موعد، وإن كان ليبيا أيضا دخلت في معترك ليس بالقليل مع حفتر المدعوم من قبل السعودية والإمارات والسيسي، ولم ينجح على الإطلاق. الثورة المضادة في أي مكان فتحت فيه معركة لم تنجح، فلم تنجح في اليمن ولم يستقر لها الوضع، وبدأت للأسف انهيارات كبيرة في اليمن، بدأت حينما أرادت السعودية نفسها دعم الحوثي لإسقاط الإخوان المسلمين هناك والثورة هناك، ثم لم تنجح إلى اليوم الحمد لله في تونس ونحمد ربنا على كده، لم تنجح ويستقر الأمر لعبد الفتاح السيسي إلى اليوم رغم الهجمة السلطوية اللي موجودة إلا لأنه لديه رفض شعبي
شعبي كبير، وبالتالي بتدرك أنها تريد أن تقفز للأمام بالتعاون مع الحكومة أو الإدارة الأمريكية المتمثلة في ترامب. ولكن الأمر أيضا عند ترامب في مشكلة كبيرة، هناك الكونغرس الآن يتحداه، هناك صفقة قرن يريد أن يفرضها فرضا على أرضية غير مقبولة على الإطلاق، سواء من عندنا في مصر التخلي عن أرضنا أو السماح للفلسطينيين إن هم يكون لهم ديار بديلة في 40 كيلومتر من الحدود حتى العريش مع إقامة ميناء لهم، أو سواء في تبديل الأرض المطروح ما بين الأردن والسعودية كما ذكر في بعض التقارير اللي خرجت من بعض المحللين، أو سواء فكرة عدم عودة اللاجئين مرة أخرى. كل هذه الصفقة مرفوضة. ما يعنينا فيها في مصر وقضية فلسطين هي في القلب القضايا المصرية والقضايا الوطنية العربية، أن هذا الكلام لن يحدث بشكل من الأشكال. هناك من يتخيل أن الشعب المصري فقد إرادته وأنه سيتخلى عن أرضه. أنا أكرر ما قال به الدكتور مرسي منذ سنوات: أرض مصر حرام على غير المصريين. النقطة الأخرى هو الشعوب اللي أثبتت في الجزائر والسودان، الذي يتحدى هذه الأنظمة الآن عنده 20 سنة أو 25 سنة، كان طفلا صغيرا أو شابا في 2011 حينما بدأت التيار أو الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي. وبالتالي نحن نتكلم عن جيلين بمتعاقبين ويتبنوا هذه الروح التي تحاول أن تصل إلى ديمقراطية حقيقية، تداول سلمي للسلطة الذي يريد السيسي أن ينهيه الآن في آخر فقراته التي يظنها مع ثورة يناير. وبالتالي بيقول لهم أنا هكمل بقى الخراب اللي موجود فيه ده، أنا ناوي بقى نكمله لكم إن شاء الله 20-30، ويظهر بعد كده رئيس النواب بتاعه فيقول لا إن شاء الله كمان 5 ولا 10 سنوات كمان هنغيره لكم كمان علشان نجيب ابنه محمود ولا الابن التاني اللي معرفش بيشتغل فين. وبالتالي الرسالة لابد أن تكون لداعم السيسي بشكل واضح من المؤسسة العسكرية ومؤسسة الجيش. مؤسسة الجيش مؤسسة وطنية في مصر، حتى وإن كان يشوبها اليوم عوار شديد وخيانة من قبل بعض القيادات الموجودة فيها التي ساعدت في بيع إرادة المصريين وبيع التراب في جزيرة تيران وصنافير وبيع المستحقات اللي موجودة للمصريين في اكتشافات الغاز والبترول، ولكن جيش مصر سيبقى. مصر جيشها لابد أن يبقى، لابد أن يكون قائما بواجباته حفاظا على الحدود وليس حفاظا على مدنية الدولة. حفاظ المدنية الدولة يقوم بها الشعب، يقوم بها الدستور، ولا يقوم بها الجيش. الجيش لا نريد تجربة تكرار تجارب حدثت في الماضي حيث يكون الجيش له سلطة أبوية على ما يحدث. وبالتالي إدارة علاقة وحوار موسع مع الجيش في الفترة القادمة التي أظنها قريبة للغاية حول دور الجيش في الحياة العامة في مصر، كيفية إدارة حياة مدنية عسكرية بشكل محترم، الحديث ما بين السياسيين في الفترة القادمة حول مشروعات وحول إدارة للشأن العام، وأن يكون المواطن المصري في القلب من هذا الموضوع وليس الصراعات الأيديولوجية العقيمة التي لا تهم المواطن بشكل من الأشكال، ولكن يهم أن يسمع ماذا سيحدث في كارثة مياه النيل التي ستحدث في خلال عام أو عامين وتعطش الأرض وتفقد مصر أكثر من 1 أو 2 مليون فدان، ومصر كل اللي موجود فيها 7-8 مليون فدان اللي موجودين. وبالتالي أنت بتطلع مني 30% من القدرة الإنتاجية، مفيش مياه، مفيش أكل، مفيش شرب، هتعمل إيه معايا في 70% اللي تحت خط الفقر اللي في الصعيد؟ هتعمل معايا إيه في 60 ولا 55% البطالة اللي موجودة في الشباب؟ هتعمل ايه في التفكك الاجتماعي اللي احدثه عبد الفتاح السيسي اللي بيتبنى اجندة صهيونية ان لم يكن عميلا نفسه؟ وبالتالي هذا اظنه في غاية الاهمية. حملة باطل ضمن الحملات الكتيرة اللي بتفق جدا مع الدكتور سيف انها كانت اعطت بارقة امل، شعاع امل للناس، لابد ان هي تخدو وتنطلق هي به للامام في بناء مظلة وطنية جامعة يكون اساسها التشاركية، يكون اساسها احترام الخلافات، ادارة التنوع، تعظيم المشتركات اللي موجودة. نحن في لحظة فارقة يا سادة، لابد ان احنا
نتعامل في هذه الأيام وما بعدها بلفظ هذا العبث. هذا الدستور سقط حتى على أرضية السيسي التي أرادها سقط، والمصريون قالوا كلمتهم الأمس وقالوا كلمتهم اليوم وسيقولوا كلمتهم في الخارج، ثم يكون للمعارضة وللشعب المصري شأن آخر في إدارة هذه العملية مع هذا النظام الذي سقط بالفعل في الأيام والشهور القادمة إن شاء الله تعالى. نحن على موعد مع تغيير كبير في هذه المنطقة، إن شاء الله تعالى تكون مصر أحد محاور هذا التغيير، لتبدأ مصر بإذن الله صفحة جديدة، صفحة يتعاون فيه الجميع ويكون فعلا إيد واحدة. أشكر مركز حريات مرة أخرى، وصلوني يناير، وإن شاء الله نكون على موعد قريب. السلام عليكم ورحمة الله. ليس مهما أن ترفض وليس مهما أن تقاطع، لكن الأهم أن نكون جميعا في موقف واحد وفي خندق واحد في مواجهة الاستبداد والديكتاتورية، ونرفض أن نساق كما تساق الأغنام وكما يريد المستبدون. هذا هو ما قالته حملة باطل. حملة باطل في جوهرها أشرت وأكدت على ما يؤكد عليه كل قائد وثورة وثوار يناير منذ 2011، وهو أن توحد الصفوف وإعادة رصها وإعادة بناء الجماعة الوطنية والاصطفاف الوطني هو المدخل الوحيد لتغيير الأوضاع على أرض مصر، وأن هذا الاستبداد وهذه الديكتاتورية لم تتمكن ولا تتمكن ولن تتمكن إلا بتمزيق الصفوف، بل وتمزيق المجتمع نفسه، ليس مجرد الانقسامات السياسية التي يسعى إليها المستبدون، بل غرزوا أنيابهم في أحشاء المجتمع وسعوا إلى تمزيقه تمزيقا. هؤلاء لا يراعون شيئا في سبيل أن يستمروا في الحكم، ولو أدى هذا إلى ما أدى إليه، ولهذا رأيناهم حتى يفرطون في الأمن القومي، يفرطون في مياه النيل، يفرطون في سيناء، يفرطون في الغاز، كل هذا في سبيل أن يبقى لهم الكرسي، ويصبح الكرسي هو مركز ومحور الأمن القومي الذي يفكرون فيه. وعلى ذكر سيناء يجب أن نذكر أيضا أنه في 25 إبريل ستأتي أعياد تحرير سيناء، ولكنها ستأتي هذا العام بألم شديد وبغصة في الحلق كبيرة. فسيناء اليوم أصبحت بلا صاحب، بلا هوية، بعد أن قاموا بتوطين الإرهاب فيها ليشيعوا فيها الخراب والتدمير والقتل العشوائي بهذه الصورة، ثم تحت غطاء مكافحة الإرهاب يقومون بتسليمها لصفقة القرن أو بإعطائها وطنا بديلا لمن يريدون أن يعطونها له. سيناء التي ضحى من أجلها الآباء والأجداد وروت دماؤهم هذه الأرض الزكية على مدى العقود الماضية، أرادوا لها اليوم أن تكون مجرد بوابة خلفية للكيان الصهيوني يفعل بها ما يشاء، وهي تحت السيطرة الإسرائيلية وقت أن يريد أن يستردها أو أن يحتلها يحتلها. ومع كلمة الأستاذ محمد كمال عضو المكتب السياسي حركة 6 أبريل سابقا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية خالص الشكر والتقدير لمركز حريات عن الدعوة الكريمة لصالون يناير في توقيت نرى أنه هو في غاية الأهمية، ويمثل بشكل من الأشكال لحظة فارقة على الجميع أن يدركها. علشان أروح المحكمة أثبت بطلان أو صدق شيء معين، لابد مش بس القناعة هي اللي بتحركني، لابد أثبت هذا البطلان، أثبته للمحكمة. المحكمة هنا هي الشارع المصري، الشعب المصري. المحكمة هنا هي الإقليم. المحكمة هنا هي العالم بشكل واضح. الاستفتاء اللي بدأ النهاردة في الداخل وبدأ امبارح في الخارج باطل قانونا ودستورا. ايه مشروعيتنا في كده؟ البطاقة بتاعت التصويت نفسها اللي الناس بتصوت عليها
هي بطاقة تعادي الدستور الذي كتبوه. بمعنى الدستور بينص على ان لازم المواد المستفتى عليها تكون مذكورة في بطاقة إبداء الرأي، وكل البطاقات التي رأيناها حتى الآن في الخارج وحتى أصدقائنا اللي نشروا بعض بطاقاتهم في الداخل غير مدون بها هذه المواد المستفتى عليها. فيجي حد يقول طب ما احنا انت سايب كل ده وجاي تتكلم في ليه بس؟ ما احنا قلنا المحكمة لا تأخذ بالأمنيات، والمحكمة لا تأخذ بالاعتقادات، ولكن المحكمة تأخذ دوما بالأدلة والبراهين. هذا آخر دليل سقنا. بالأمس كتب الكاتب البريطاني ديفيد هيرست مقال أدعو الجميع لقراءته، ومعنون تحت عنوان العالم الخاص بجنون العظمة للسيسي. وهذا الوصف رأيته أنه من أهم المصطلحات التي أطلقت على عبد الفتاح السيسي. ليه؟ لأن السيسي بعد ما تخلص من الإسلاميين وبعد ما تخلص من الليبراليين وبعد ما تخلص من اليساريين وبعد ما تخلص من العسكريين اللي بينوشوه سجنا أو إبقاء في المنزل، بيخلص على الموالين للنظام. طب هو ليه بيعمل كده؟ ايه الاستراتيجية؟ ايه الفلسفة؟ ببساطة شديدة جدا، المصاب بجنون العظمة لا يريد نظاما، فالنظام له أجنحة كنظام مبارك، كان في أجنحة داخل النظام يمكن لهذه الأجنحة أن تتقاطع ويمكن لها أن تتشابك ويمكن لها في النهاية أن تتصارع، وهذا ما حدث بداية من 2005 مع نظام مبارك. سيسي تعلما من هذا الدرس لا يريد نظاما، هو عايز يكون هو التمثال ويشير بإصبعه إلى الجميع ليتبع أوامره فقط لا غير. في النهاية، ما علاقة هذه التعديلات الدستورية بثورة يناير؟ هنا علاقة وثيقة جدا. في عداء أيديولوجي ومبادئي للسيسي مع ثورة يناير من أول يوم، من أول يوم يعلمه كل الناس اللي رجليها خطط على ميدان التحرير. هو أول من قام بكشوف العذرية في الأيام الأولى للموجة الأولى لثورة يناير. هو عايز يسد كل المنافذ المحتملة. لو نفتكر هو قال تعبير مهم جدا في 2013، قال علشان نحارب الإرهاب المحتمل. هو عايز يلغي كلمة المحتمل من كل القواميس اللي موجودة. فبالتالي يريد عبد الفتاح السيسي أن يسد كل المنافذ المحتملة لأي ضوء جديد يأتي للمعارضة المصرية أو للشعب المصري بشكل واضح لكي يتحرك ناحية إسقاطه. طب إيه المنافذ المحتملة في التعديلات الدستورية؟ هو يريد أن يقلص مفاصل الدولة وتبقى كلها الريموت كنترول بتاعها في إيده هو. واحد، بيهدف إلى إخضاع مؤسسة القضاء، لأن القضاء بعد سريان هذه التعديلات الدستورية سيتحول إلى موظف درجة سادسة عند عبد الفتاح السيسي. اثنين، يريد عبد الفتاح السيسي أن يؤمن نفسه من المحاكمة بتهمة الخيانة، فاللي مفروض هيحاكمه النائب العام، النائب العام اللي هو هيعينه، ورئيس مجلس القضاء الأعلى اللي هو، يعني إذن السيسي يعين ويرأس مجلس القضاء الأعلى وهو الكل في واحد. يريد عبد الفتاح السيسي تقليص صلاحيات مجلس الدولة، إذن الاتجاه العام كله هو تقليص صلاحيات الدولة وتكريس صلاحيات الفرد، والفرد هنا والمقصود به عبد الفتاح السيسي. التعديلات الدستورية مهمة جدا عند عبد الفتاح السيسي، عشان كده عجل بيها، لأنه في النهاية حسم الصراع الدائر منذ سنوات طويلة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية. في صراع من 52 دائر ما بين مؤسسة الرئاسة وما بين المؤسسة العسكرية. كانت أولى حلقات هذا الصراع الصراع ما بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، استطاع عبد الناصر أنه هو يسيطر عليه، ثم السادات، ثم مبارك،
الآن عبد الفتاح السيسي عمل حاجتين يبدوان ان هما متناقضتان. عمل ايه؟ اعطى القوات المسلحة او المؤسسة العسكرية صلاحية فوق مصر، هي الاب الروحي اللي هتجيب عصاية وتقعد كل المصريين بمؤسساتهم بمختلف فئاتهم وتشير لهذا يسكت وتشير لهذا يتكلم. إذن حول المؤسسة العسكرية من مؤسسة تحمل حدود إلى مؤسسة قضاء عرفي، بالضبط زي ما كنا قاعدين في الدوار وهيشتغلوا قضاء عرفي. ثم من ناحية أخرى نصب نفسه تاني مسؤول عن القوات المسلحة، يعين من يعين ويقيل من يقيل، ده كله علشان يضمن ولاء المؤسسة العسكرية ليه في القضاء على أي حراك جماهيري ممكن إن هو يحصل. ده فيما يخص علاقة التعديلات الدستورية بثورة يناير. علاقة التعديلات الدستورية بصفقة القرن، هذا المصطلح حتى الآن يبدو أنه هو يكون الزلزال الأكبر علشان المنطقة تشهد من جديد سايكوس بيكو رقم 2، إعادة توزيع الثروات، إعادة توزيع الخرائط، إعادة توزيع الحدود بشكل واضح جدا. من الفارس في فرسان هينفذوا هذه الصفقة، اللي هينفذوا المقاولين، المقاول الأول عبد الفتاح السيسي. طب ياخد ايه مقابلها؟ طب انا هعدلك التعديلات الدستورية وتقعد لغاية 2034، ده كان الاتفاق الاول. جه بعد كده تم استدعاء عبد الفتاح السيسي الى واشنطن على عجل، على عجل ليه؟ عشان يقولوا له خلي بالك امريكا مش زي مصر، في مؤسسات متصارعة في الولايات المتحدة الامريكية. فيرى اغلبية اعضاء الكونجرس أن عبد الفتاح السيسي يشكل خطرا على الاستقرار في مصر اللي الأمريكان مصممين أنها تستقر، وإن استمراره فيه خطورة. وترى مؤسسة البيت الأبيض والخارجية الأمريكية لازم الرجل ده ينتظر حتى يحقق ما رسم له من خط. فتم الجمع ما بين الموقفين بوضوح شديد جدا، هتنفذ صفقة القرن ولكن مش هتبقى 2034، خليك 2030. ولا تلاحظوا حضراتكم جاء التعديل النهائي المادة رقم 140 من الدستور المصري علشان تثبت هذا، وعبد الفتاح السيسي في طريقه من أمريكا لمصر، اجتمع البرلمان ونفذ ده. دي علاقة وثيقة. ده في علاقة تانية ما بين ما يحدث على الحدود في مصر يتكلم عنها أساتذتي وبين التعديلات الدستورية. هو ليه؟ هو عنده كارثة. امبارح المصريين بره قالوا لا، ولو جاء عبد الفتاح السيسي قال نعم او اعلن نعم فهو مزور. طب ما احنا عارفين ان هو مزور، ما احنا اتفقنا حطينا قاعده في الاساس المحكمه لازم تاخد بالادله والبراهين. طيب ليه انا بقول مزور؟ عبد الفتاح السيسي لم يستطع ان يحشد اللي بيحشدهم كل مره، خاصه في نيويورك. نيويورك هي رمز الحشد عند عبد الفتاح السيسي على فكرة. هو كان لسه حشدهم من أسبوعين تقريبا في زيارته لأمريكا. النهاردة معرفش يحشدهم لا مبارح ولا النهاردة ولا بكرة للتصويت. الأمور مش سهلة عندهم كده. مبارح راح كام واحد في نيويورك من صديق لي راح صوت في الكونسولية المصرية في نيويورك، عدهم أقسم لي بالله العلي العظيم 15 فرد. من ضمنهم خمسة مثلا من الموظفين، إذا ما كانوش 10 على سبيل المثال، 15. فإذا الخارج قال لأ. الدليل التاني اللي عندي، أنا ما شفتش، أنا أعرف لما أروح أنا مؤمن بموقف وأروح أنفذ هذا الموقف بعلن للعالم كله ما يثبت إن أنا نفذت الموقف ده. أنا بقول أنا ضد السيسي فبطلع في الدنيا كلها بقول أنا ضد السيسي، ما شفتش استمارة واحدة تصويتية عليها نعم، وكأن التصويت بنعم قد تحول بين مؤيدي السيسي نفسهم المزعومين إلى عار بيستخبوا منه. ده مؤيدينه تحول التصويت لنعم، بينما أصدقائنا والمصريين اللي صوتوا بلأ كله بيتفاخر وناشر
البطاقة التصويتية. إذن الخارج قال لا، وزي ما قال معالي الوزير يحيى حامد، لما يكون في دايما الخارج بيبقى مؤشر للداخل، لأول مرة على مدار 28 استفتاء، 28 استفتاء هيحصل افتراق ما بين الخارج والداخل، يبقى من الأصح اللي عنده مساحة حركة ومساحة حرية، مين اللي عنده مساحة حركة ومساحة حرية؟ اللي في الخارج. ولولا القمع الشديد في مصر لنزل، احنا عندنا 60 مليون وكسور، لنزل على الأقل 55 مليون من الناس دي تقول لأ، تقول لأ، ويسكت عبد الفتاح السيسي ويسكت هذا النظام. ليه الناس أو ليه التعديلات الدستورية دي وليه حملة باطل؟ نقطة فارقة زي ما بدأت الكلام. أي نظام في العالم، خلينا نقول إن احنا لغاية النهاردة المصريين ليسوا على قلب رجل واحد في وجهة نظره من ناحية نظام عبد الفتاح السيسي، فهناك فريق اختار منذ البداية التعامل مع هذا النظام بموقف مبدئي دون النظر إلى ممارساته على أنه باطل، استنادا إلى بطلان شرعية التأسيس، لأن الراجل عمل حاجتين، عمل انقلب على أول تجربة ديمقراطية بالدبابة، وعمل الحاجة الأخطر من وجهة نظري. لأن حد هيجي يقول لي طب ما هو برضو في 11 فبراير 2011 ما هو طنطاوي انقلب على مبارك، فأنا هقول بقى لا، في حاجة أخطر عملها السيسي، استغل معارضة جزء لا يستهان به من المصريين من سياسات الحكم، سياسات حكم معينة وعرضوها ونزلوا تظاهروا ضدها، واستغل هذه الرغبة في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لإجراء حكم عسكري مبكر أو لإعادة العسكر مبكرا إلى المشهد السياسي. إذن فهو مطعوم في شرعية تأسيسي عند فريق. فريق الثاني أو الشرعية الثانية، فضلت ناس هي دي عقيدتها، هو ده فكرها، جزء مننا لا يستهان به، معتقدين أن الدستور هو الحكم والفصل ما بين الحق والباطل. جميل، فضلوا لغاية التعديلات الدستورية بيشتغلوا على هذا المنهج، وبيشتغلوا نضال دستوري من تحت النظام، ماشي، تتفق بقى تختلف مش دي القصة. وصلت لهم التعديلات الدستورية إيه؟ أن ما بني على باطل فهو باطل، فإذا حرم السيسي مرة أخرى من الشرعية الثانية وهي الشرعية الدستورية. إذا شرعية التأسيس مش معاه، اتنين عند الفريق اللي كان بيؤمن بالدستور شرعية الدستور مش معاه، شرعية الدستورية مش معاه. نأتي للشرعية الثالثة وهي الشرعية الأخلاقية. تسقط الشرعية الأخلاقية لأي نظام حكم عندما يراق نقطة دم واحدة من شعبه، ودي مش نقطة. وبنسبة نقطة الدم، أنا فزعني مشهد صوره لي أحد الأصدقاء من ميدان التحرير امبارح أو النهاردة الفجر، في الصينية عند ميدان التحرير. أنا فاكر يعني أنا ليا ذكريات شخصية في نفس السبوت، في نفس المكان ده أنا اتضربت وأصبت ونزفت دم في نفس المكان ده على الأسفلت ده. صور مشهد لأربع عربيات ربع نقل وعليها بنات لابسين تيشيرتات تحيا مصر وبيرقصوا وبيغنوا. أنا دي بالنسبة لي أخطر كثيرا جدا من التعديلات الدستورية، لأن تم انتهاك قدسية ميدان التحرير. فإذا الشرعية الأخلاقية الثالثة وقعت. نيجي بقى للشرعية الأهم من وجهة نظري، وهي شرعية الإنجاز. جزء أصيل يعني جزء مش قليل قوي من المصريين نزل بالفعل بكل رغبة داخلية جاب عبد الفتاح السيسي، سواء جابوا تظاهرا، سواء جابوا غناء، سواء جابوا انتخابا، سواء جابوا بأي شكل من الأشكال. ليه؟ أملا أن الرجل ده هيحقق وعوده لما قال المصريين ده أنت نور عينينا وهتبقى قد الدنيا، وبدل ما بتكسب 1000 جنيه خليك تكسب 90 وهكذا. فالناس عايزة كده، الشعوب مش مصر بس، الشعوب في الغالبية العظمى من عددها تسعى وراء المعاش. المعاش زي أستاذنا الدكتور سيف لما كان بيقول لقمة عيش متغمسة بإيه يا دكتور؟ بكرامة. فالناس دي فضلت منتظرة 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 الوعود تتحقق. لقوا إيه؟ صحيوا فجأة لقوا
ان الواقع اللي هما فيه جحيم. ديون البلد تحولت من 40 مليار تقريبا او 44 مليار الى داخلين دلوقتي على 100 مليار دولار، ده الديون الخارجية بس، والبلد فعلا بتفلس. لأن الراجل 100% صح؟ لقى ان المواطن نفسه اللي كان ممكن يعيش ب 2000 جنيه في 2013 النهارده حضرتك اضرب الرقم ده في 2 في 10 على الاقل، على الاقل. ادي شرعيه الانجاز وقعت. اذا كل انواع الشرعيه عند هذا النظام سقطت. اذا لاول مره من فتره طويله جدا يصطف المصريين علشان يقولوا ان النظام ده باطل بكل انواع شرعيته. المطلوب ببساطة شديدة جدا، المطلوب التحرك من السلبية إلى الإيجابية. خد موقف وصمم عليه إيجابا، اشتغل من جوه اشتغل من بره، ولكن خد موقفك واشتغله بإيجابية ولا تنظر لمواقف الآخرين. ده الطريقة الوحيدة اللي ممكن نقاوم بيها هذا النظام. وشكرا جزيلا، وبكرر الشكر تاني لمركز حريات على الدعوة الكريمة. يخطئ من يظن أن هناك من يستطيع أن يختطف مصر خارج سياق التاريخ أو أن ينتزعها من الجغرافيا كما نرى الآن، لأن مصر هي قلب العالم العربي الضابط، وهي القلب الحي في العالم الإسلامي كله. ولهذا نطلق من هنا ما يمكن أن نسميها أحكاما، بأن كل هذه التعديلات وكل هذه التعديات وكل هذه المحاولات لإخراج مصر عن سياقها التاريخي أو انتزاعها من الجغرافيا كما نرى، كلها محاولات فاشلة أو محاولات باطلة، مع تعقيب نهائي من الدكتور سيف الدين عبد الفتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر المؤكد الذي يتعلق بهذه الندوات وهذه السيمينارات وهذه المناسبات التي يمكن أن تستثمر في كثير من المعارك التي تتعلق بنا وتتعلق بهؤلاء الذين يقاومون ويعارضون هذا الانقلاب وهذا النظام، إنما تعبر عن حالة يجب أن تستمر. أظن أن هذه المسألة تتعلق بحالة الوعي، وأنا هنا أؤكد على ثلاث معارك أو أربعة غاية في الأهمية، نتاج هذا الكلام المهم الذي استمعنا إليه من الدكتور طارق الزومو والأستاذ يحيى حامد والأستاذ محمد كمال والعبد الفقير. الأمر المهم الذي يتعلق بهذا الشأن هو هذا الطيف الواسع الذي يشكل حالة التنوع، لا يختلف كثيرا حول الأداء والأدوات، يمكن يختلف في بعض رؤية هنا أو هناك. ومن ثم أنا أريد أن أتحدث عن مسألة تتعلق ببعض هؤلاء الذين يخذلون في هذه المواقف أو يفتعلون الفرقة والتفرقة. أؤكد لهؤلاء أنهم يبدو أنهم اتخذوا مواقف مسبقة ولم يتبصروا طبيعة المواقف المركبة التي تحدث عنها الجميع و هؤلاء الذين يتبنون حملة باطل. فالبعض
مثلا على سبيل المثال، وكنا في برنامج تلفزيوني يتحدث عن أننا دعونا الناس نزول الاستفتاء، وأننا بذلك نحاول الوقوف في وجه المقاطعين أو شيء من ذلك القبيل. هؤلاء لا يعرفون معنى العمل السياسي حقيقة. صحيح هم وصفونا بالغباء السياسي، لكن احنا كمان بنوصفهم أنهم لا يفهمون حقيقة العمل السياسي. لأن حقيقة العمل السياسي أن تتخذ موقفا متحركا مؤثرا فاعلا بحكم المناسبة وبحكم الزمن الذي ومعطياته اللي بتؤكد على عمل مهم في هذا المقام. فمعركة الوعي معركة مهمة، معركة الوعي الآني الناس تعرف هي إيه وضعها وموقفها. أنا ما بتكلمش عن الوعي الممتد، لأن الوعي الممتد ده عاوز شغلانة كبيرة، لكن بتكلم عن الوعي بالوقت، الوعي الحاضر، الوعي الواجب، الوعي بالمهمة، الوعي بالرسالة التي يجب أن تؤدى. هذه هي المسألة الأولى التي تتعلق. المعركة الثانية اللي يجب أن احنا نؤكد عليها هي معركة الفتح. معركة الفتح هذه معركة غاية في الأهمية. هذا الرجل المستبد استخف بكل الناس، استخف بالعقول واستخف بالنفوس واستخف بكل شيء، استخف بكل قواعد حتى لو وضعها هو، لأنه المستبد إله هواه. ومن هنا من المهم في هذا المقام أن نؤكد على حقيقة هذه المعركة المهمة التي تتعلق بمعركة الفتح. معركة الفتح معركة أساسية لهذا النظام. الفتح على المستوى الحقوقي، الفتح على المستوى الإنساني، الفتح على المستوى الاقتصادي، الفتح على المستوى السياسي وصفقة القرن، الفتح على كل ما يقوم به النظام من بيع الأرض والتفريط في كل الموارد. كل هذه المسألة مسألة غاية في الأهمية فيما يتعلق بمعركة الفتح. مع معركة الفتح لازم نطور المعركة التي تتعلق بباطل إلى معركة التزوير التي بدأت مبكرا. معركة التزوير، التزوير في النظم المستبدة يتم من المنبع إلى المصب، من المنبع إلى المصب. يعني قبل إجراء عملية الاستفتاء والانتخاب، أثناء عملية الاستفتاء والانتخاب، أو بعد عملية الاستفتاء والانتخاب. إذن نحن أمام هذا الأمر المهم في هذا المقام. الأمر الأخير الذي يتعلق بهذا الشأن حالة التحريك، تحريك الناس، إخراج الناس من حال الخوف إلى حال النشاط والحركة والفعل والفاعلية. دي معركة مش سهلة أبدا، علشان الناس بس اللي بتقول لك ايه اللي ماليه نفسها بدجمة فيما يتعلق بمثل هذه الاشياء ويقول لك لا نقاطع نقعد نستريح. لا، المقاطعه فعل ايجابي ولا فعل ايجابي، وكل فعل ايجابي هو اللي يحرك. وتحريك الناس عمليه واجبه في معركه التغيير القادم إن شاء الله. إن شاء الله كما قلت من قبل سيكون هذا التغيير لنا وليس علينا. ما أخذنا بسننه وما اتخذنا ووعينا بقوانينه وما قمنا بأداء واجبنا بإخلاص لهذا الوطن واسترداد مكانة هذا الوطن وكرامة هذا المواطن. شكرا جزيلا. ما أهم أيها الإخوة أن نرى أستاذ السياسة في مدرجات السياسة يدرس العلوم السياسية للطلاب، ولكن الأهم أن نرى نفس الأستاذ وهو في ميادين السياسة وميادين النضال
يرشد الأجيال ويعلمهم كيف يدافعوا عن حقوقهم وكيف يقتنصوا حريتهم. لهذا دائما نذكر أستاذنا الدكتور سيف الدين عبد الفتاح بأنه نموذجا فريدا في عالمنا العربي، نتمنى أن نرى مثله كثيرا. ومع كلمة ختامية للأستاذ يحيى حمد. شكرا دكتور طارق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا أظن مجموعة رسائل سريعة، يعني زي ما بيقولوا رسائل تلغرافية. يعني أنا أعتقد فيما يتعلق بحملة باطل وتحولها من الحملة إلى حركة، الشعب المصري هو اللي كان حملة باطل، السياسيين هم كانوا حملة باطل، الإعلام هو كان حملة باطل، وبالتالي هو كل هذا المزيج هو من سيحدد في الأيام القادمة تطور حركة باطل، سواء من الحملة إلى الحركة أو يبقى ليها أشكال بتعمل فيها. ولكن أنا بتفق مع الدكتور سيف أنها حالة يجب ألا تتوقف، لأن إحنا لسه أمامنا ربما القليل إن شاء الله وليس الكثير في التصارع مع هذا النظام السلطوي، اللي أنا بعتقد أنه سقط مرة أخرى وأكرر، سقط بالفعل في هذه الانتخابات، ولا أدري بأي وجه يخرج بعد يومين ثلاثة عشان يقول للناس حضر كام في الانتخابات. إحنا عندنا حوالي فوق 53-54 مليون ناخب، هيقول لحضر قد إيه؟ نص مليون ولا هيطلع إيه؟ فالتزييف هيبقى يعني بشكل مقيت. عدة رسائل سريعة وربما تكون يعني بعضها غريب. أنا أعتقد أن لابد أن يكون هناك رسالة الآن للمستقبل لدولة مبارك القديمة. دولة مبارك القديمة مش دولة السيسي. السيسي لم يستطع أن هو يعيش مع دولة مبارك، ولم يستطع أن هي تنحاز إليه، ربما انحاز إليه بعض شخصياتها، ولكن المسألة تختلف حينما تتحدث عن تنظيم كبير زي الحزب الوطني، كان لديه مؤيدين كثر، بعض المستفيدين، هناك تنظيم. يجب أن نعلم أن الدولة المصرية الجديدة يجب أن تسعى الجميع، ويجب أن يكون فيها، نبحث فيها عن كرامة للعيش، نبحث فيها عن ديمقراطية، عن تداول سلمي للسلطة. من استطاع أن يتواءم مع هذه المعايير وهذه النقاط، أعتقد أن كلنا لسنا من نحدد، ولكن سيتم استيعابنا في مصر المستقبل. مصر اللي اقتصادها على سبيل المثال لابد أن يتضاعف على الأقل 7-10 مرات، فليس الحديث عن حجم سوق قد كده يتم التصارع عليه، ولكن على آمال عريضة لابد أن احنا نعمل فيها سويا. أردت أن أقول برضو كلمة أخيرة لمن يظن أن هناك في المرحلة القادمة ربما يكون هناك تنازع بين المسلمين والمسيحيين. هناك أخطاء كبيرة جدا جدا حدثت من قيادة الكنيسة المصرية، كما حدثت أخطاء كبيرة جدا جدا من فصائل إسلامية موجودة انحازت إلى عبد الفتاح السيسي. الكنيسة المصرية بشكل واضح أرى من وجهة نظري أنها لا تعبر عن المسيحيين. المسيحيين مواطنون مصريون يعبرون عن نفسهم ويعبر عنهم ويحتكم في خصومتهم مع بعضهم البعض ومع أي حد من أفراد الشعب إلى القانون والدستور. دولة المواطنة هي التي نتحد فيها جميعا تحت أخلاقنا، تحت تراثنا، تحت الدستور الذي يقره الشعب. وبالتالي لا يجب على الإطلاق أن يأتي مسلم أو مسيحي ليستجدي من السلطة ما يجب أن يعطيه له القانون والدستور. ثم الرسالة الثالثة، وهي نكرر ما قلنا، أن لابد من فتح حوار عاجل جدا ما بين القوى المحسوبة على ثورة يناير، القوى السياسية بشكل عام التي تريد أن يكون مستقبل مصر أزهى، وأن نغلق هذه الصفحة السوداء نتحدث فيها أكثر عن المستقبل بدل من التلاوم على الماضي. وأعتقد أن حملة باطل أرادت أن تنهي بشكل ما الحديث عن الماضي والبحث عن المشترك الحاضر لنبدأ في التخطيط سويا إلى المستقبل. الرسالة الأخرى ومرة أخرى لأهمية هذا الوضع هو الجيش المصري، خاصة للقيادات الوسيطة في الجيش المصري. الجيش المصري جيش وطني، الجيش المصري تركيبته جيش وطني، فيجب أن يعلم أننا أمام لحظات فارقة، ويرى كيف يجب أن يتعامل في ظل واحد بيدعي الآن أنه رئيس جمهورية وقد سقط في دستوره، وكما ذكر
أخويا محمد كمال، سواء ذكر في التأسيس أو في الإنجاز أو غيره من الأشكال. وبالتالي الجيش المصري يجب أن يكون ليس منحازا لأي شيء إلا لمصر، وهذا أمر في غاية الأهمية. الجيش المصري سجن منه وسجن منه عبد الفتاح السيسي مئات مئات من الأشخاص ومن الرتب المختلفة التي عرضوا، وبالتالي أعتقد أن المشهد الحالي الموجود في الداخل والخارج بيؤكد لدى قطاعات كبيرة جدا من المؤسسات الأمنية، من المخابرات العامة ومن الجيش المصري، أن السيسي فقد شعبيته وفقد شرعيته. الجزء الأخير والرسالة الأخيرة هي للخارج الدولي الذي يرى أن نظام سلطوي أفضل من نظام ديمقراطي، لأن النظام الديمقراطي ربما يتحدى وربما يحاول أن يأتي بأكثر المنافع للشعب. وكلمتي باختصار هي مصر قوية شريكة أفضل بكثير من مصر ضعيفة تابعة. فإن شاء الله يعني تكون هذه الأيام يكون فيها حركة أفضل من السياسيين، وعي أكثر من الشعب، فتح للتزييف وتزييف الإرادة قبل تزييف الأصوات التي يقوم بها السيسي، ونبقى يقظين إن شاء الله تعالى، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن تكون الأيام القادمة تحمل لمصرنا الحبيبة كل الخير، نعود فيها عشان مصر وحشتنا كلنا، مصر الأرض ومصر المكان وحشتنا، وإن شاء الله تعالى نلتقي يا رب إن شاء الله تعالى، ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. نكرر شكرنا مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله. في الختام أيها الإخوة، نشكركم على حسن الاستماع، ونرجو أن نكون قدمنا جديدا لعشاق ثورة يناير ولكل أطياف الشعب المصري، وعلى وعد باستمرار صالون يناير، لأن سياق يناير سيظل مستمرا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.